السلام عليكم طلاب صف سادس ماما، إن شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم إن شاء الله راح ناخذ درسنا اللي هو الحديث النبوي الشريف، الحث على الزراعة. الحث على الزراعة هذا الدرس للحفظ ومهم جدا جدا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. صدق رسول الله. أعيد نص الحديث. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. صدق رسول الله. نص الحديث هذا مهم جدا. المعاني أيضا حفظ ومهمة. غرسا أي ما يزرع في الأرض من شجر ونبات. غرسا تعني ما يزرع في الأرض من شجر ونبات. بهيمة أي الحيوان، المقصود بكلمة البهيمة هي تعني الحيوان. نأتي الآن إلى توضيح المعنى العام لهذا الحديث. الدين الإسلامي يا صف نأتي الآن إلى المعنى العام لهذا الحديث يا صف السادس ماما. الدين الإسلامي يحثنا على الزراعة، يحثنا على إعمار الأرض وزراعتها، لأن في زراعة الأرض ووجود النبات حفاظ على حياة الإنسان والحيوان والطيور، يعني حياة الكائنات كلها بشكل عام، على حياة المخلوقات اللي موجودة أو تعيش على سطح الأرض. هذا الحديث حثنا على الزراعة. كل شخص يزرع زرع، كل زرع يقوم به شخص مسلم ويستفاد من هذا الزرع بأن أطعم إنسان أو أطعم حيوان أو طير، سيجزاه الله سبحانه وتعالى بهذا أو بزرعه أو بعمله أجرا وصدقة على زراعته. فمن أراد أن يجزيه الله خيرا ويرضى عنه عليه أن يسعى إلى زراعة ما ينتفع به، أي ينتفع به الناس والطيور والحيوانات. إذا ممكن أن نحصل على رضا الله سبحانه وتعالى من خلال قيامنا بأعمال الزراعة وإعمار الأرض. فلو أنه الإنسان توقف عن الزراعة، الإنسان توقف عن الزراعة ولم يتم زراعة الأرض مرة أخرى، ففي هذه الحالة سيؤدي إلى أن تتحول الأرض إلى صحراء، تتحول إلى صحراء وغبار لا جمال فيها ولا ألوان الطبيعة ولا الهواء النقي الذي نستنشقه ونستمتع به ونشعر بالسعادة. فإذا لم يعد أحد يزرع فما الذي سيحصل؟ ستتحول هذه الحياة أو هذه الأرض إلى صحراء لا جمال فيها ولا روح، وأيضا سيفقد الإنسان مصدر كبير للغذاء اللي هو الطعام اللي نستفاد منه من خلال الزراعة ويحتاج إليه الحيوانات. فمن دون الطعام الذي نتغذى عليه من الزرع ممكن أيضا أن تموت الحيوانات. لو أنه نقول أنه إحنا بعد ما نزرع الأرض ما محتاجين إلى الطعام النباتي، نعتمد على الطعام الحيواني أي الحيوانات مثل اللحوم والأسماك والطيور إلى ذلك. هذه الحيوانات لو فقد الزرع ولا يوجد نبات من أين ستتغذى؟ هذه الحيوانات أيضا ستموت، فلم يعد هناك مصدر للحياة، لا يعد هناك مصدر للغذاء والطعام والحياة. إذن على الإنسان أن يستمر في إعمار الأرض وزراعتها من أجل البقاء واستمرار الحياة. حتى الطيور قد تفقد مساكنها لأنها تعيش على الأعشاش اللي موجودة أو في الأعشاش الموجودة على أغصان الأشجار، فهي قد ترحل عن أرضنا، فهذا يؤدي إلى دمار وخراب الأرض. فنحن قد نكون قد فقدنا مصدر الطعام والغذاء، ونفقد الحيوانات اللي هي أيضا مصدر للطعام والغذاء. سنشعر بالحزن لغياب الأرض الخضراء الجميلة التي تشعرنا بالسعادة. إن لزراعة النباتات الكثير من الفوائد، هناك الكثير من الفوائد لزراعة النباتات والأشجار والثمار. أولا
أولاً من أول الفوائد اللي ممكن أن نحصل عليها من خلال استمرارنا في الزراعة، زراعة الأشجار والأزهار، أولاً هي مصدر لطعامنا، مصدر لطعامنا. ثانياً تكون مصدر لعلاجنا لكثير من الأمراض، ثانياً مصدر لعلاجنا من الأمراض. كثير من الأدوية نعتمد فيها على النباتات، كثير من الأدوية من الأعشاب نستخرجها ونكون دواء يداوينا من أنواع كثيرة من الأمراض. أيضا بظل الأشجار نستظل من حرارة الشمس، نستظل من حرارة الشمس من بظل الأشجار. أيضا وجود النباتات يلطف الجو، وجود الأزهار ووجود الأشجار هذا الشيء يجعل الجو لطيفا. احنا كلنا نعرف بأنه النباتات والأشجار تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين، وهذا يساعد في عملية تلطيف الجو، وأيضا تمنع الغبار. أيضا من فوائدها أنه هي تمنع الغبار، تكون مصدا للغبار، وكذلك تجعلنا نشعر بالارتياح والراحة النفسية من خلال نظرنا إلى جمالها واستشعارنا للهواء اللطيف التي تبثه وتبعثه لنا. إذن جمالها يجعلنا نشعر بالسعادة والارتياح. هذه هي فوائد الأشجار والثمار، هي مصدر للطعام ومصدر للعلاج، وكذلك نستظل بظل الأشجار من حرارة الشمس، وتلطف النباتات الأجواء وتمنع الغبار وتجعلنا نشعر بالراحة النفسية والسعادة والارتياح. احنا من نشوف الأشجار نفرح لرؤية هذه الأشجار، نشعر بالسعادة لنظافتها ومنظرها اللطيف، ونفرح أيضا برؤية الألوان الأزهار المختلفة والعطور الطيبة اللي نستمتع بها، وأيضا نحصل على العسل اللذيذ من خلال الزهور. هذه كلها جعل الله سبحانه وتعالى فيها علاج للكثير من الأمراض. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الزراعة، ففي هذه الزراعة أو في مهنة الزراعة بركة كثيرة، فهي مهنة مباركة من الله سبحانه وتعالى، لأن نفعها كبير وأثرها كبير على الناس والحيوانات والطيور. وبفضل الزراعة وبفضل الله سبحانه وتعالى تستمر الحياة. فوعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الأجر والثواب الكبير عند قيامنا بأعمال الزراعة. لذلك وجب علينا دائما أن نسعى للزراعة لما فيها من نفع لحياتنا، يعني نفعها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا ستجعل الأجواء لطيفة وتكون مصدر للطعام ومصدر للعلاج، ونستظل بالأشجار وتجعل المكان يشعرنا جميل ويلطف الجو ويشعرنا بالسعادة والارتياح، وأيضا نحصل على أجر من الله سبحانه وتعالى لأننا أعمرنا الأرض ونفعنا البشر وباقي المخلوقات. لذلك علينا أن دائما نسعى إلى زراعة النباتات ونحافظ على هذه النباتات من التلف، ونسقيها كي لا تذبل وتموت، ولا نعبث بأغصان الأشجار ونقطف الأزهار، بل نجعلها جميلة المنظر وتمتع النفس البشرية، لأن هذه النباتات هي سبب في استمرار الحياة وفي جمالها. أما أهم ما يرشد إليه حديث الحث على الزراعة فهي حفظ، ومهمة جدا يا صف السادس ماما. أولا إن الزراعة مهنة مباركة، ثانيا إن من يزرع زرعا وينتفع بزرعه إنسان أو طير أو حيوان سيجزيه الله تعالى ثواب زراعته أجرا حسنا، النقطة الثانية. النقطة الثالثة إن للأشجار والنباتات والثمار والأزهار فوائد كثيرة. رابعا علينا الاعتناء بالنباتات والسعي إلى زراعتها. خامسا زراعة النباتات والأشجار تحافظ على دوام الحياة وجمالها. هذه النقاط الخمسة اللي هي أهم ما يرشد إليه الحديث، مهمة وحفظ يا صف السادس ماما.